دعا اليوم والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ دعا المواطنين للمحافظة على الغابات وعلى المياه لأنها مكاسب طبيعية، أين صرح عن تخصيص 28 غابة ستكون فضاءات للمواطنين مع بداية تهيئة 14 غابة. جاء هذا في إحياء اليوم العالمي للمياه والغابات. المزيد مع نسرين الأطرش. وقمنا احتفال باليوم العالمي للشجرة، وكانت مناسبة وين قلت باللي على مستوى ولاية الجزائر عندنا 28 غابة، غابة تعتبر غابة عمرانية معناتها متواجدة في النسيج العمراني، وهذه الغابات احنا حبينا تكون فضاءات للمواطنين العاصمة، وبالتالي هيينا 14 غابة وفي إطار التهيئة كذلك جوج غابات في إطار التهيئة باش يصبحوا هاد الغابات كلهم أماكن للراحة والرفاهية والنزهة للمواطنين العاصمة. فقط أمنيتي المستفيدين من هاد الغابات والمواطنين والزوار هاد الغابات يحافظون هاد المكاسب، لأن زيادة على التهيئة وضعنا بعض التجهيزات، أماكن للعب الأولاد مثلا، وضعنا الإنارة العمومية، وضعنا المراحيض، وضعنا الأشياء، أمنيتي نحافظوا على هذه المكاسب.